السلام عليكم ورحمة الله. كيداير الخوت؟ لاباس عليكم؟ بخير. العائلة طويرات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله ييسر الأمور للجميع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كيدايرين مع الموسم الإخوة؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله يوفق الجميع، والله ييسر الأمور للجميع، والله يبارك للجميع يا رب. كيدايرين مع رمضان؟ ورمضان سبحان الله العظيم ما بقى لي والو، بقات غير أيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. فباقي واحد اليومين الإخوة، فما تفرطوش في هذه القضية كنصيحة بين قوسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يتقبل منا يا رب. بالنسبة لواحد النقطة الإخوة، سبحان الله العظيم، يعني ملي تكون مكتابة شي حاجة توقع لك، حتى حاجة ما توقفها، حتى حاجة ما توقفها. سبحان الله العظيم، كاين واحد الطير هنايا نوريه لكم الإخوة. يا بسم الله، هذا واحد الخضري، سبحان الله الإخوة، يعني الواقع اللي وقعت لي كان بصحة جيدة، كان بصحة جيدة، ما عليه ما به، سبحان الله العظيم. وكان في واحد اللون ما شاء الله، كان في واحد اللون ما شاء الله، اللهم بارك. يعني هو الصغير في خوتو، ف يعني بغيت نجبدو، فنقز بالعش، وأول شيء طاع عليه على الفم ديالو، فمني طاع على الفم ديالو سبحان الله العظيم بان ليا طاع على الأرض، طاع على الأرض. يعني العلو ماشي شي عالي، يعني واحد المتر، واحد المتر ولا متر وعشرة كاع. فمني طاح طاح على الفم ديالو، فمني طاح على الفم ديالو يعني مال على الجهه اليمنى. انا كنت صحاب يعني سبحان الله العظيم يعني مات، فيعني والاجنحه الجناح ديالو اليسار، الجنح اليسار فما تيطلعوش، يعني يقدر يكون عصب، يقدر يكون يعني كلوات لي شي عصبه يعني هنايا مني طاح على الفم ديالو. هذا هو اللي كان الاخوه. ف يعني هذا ما تيعنيش بانه تفرط فيه، فتحاول توكلوا يعني لحد الان باقي تنزقوا ان شاء الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني. راه ما كانش يطلع، دابا راه طالع في المجتم، ما كانش يطلع لفوق، فولا يطلع شويه بشويه. فلهذا الاخوه يعني هو يعني هادشي علاش ان شاء الله باغي نهضر على واحد الموضوع ديال سميتو ديال الامراض، وهذا هو اللي كاين الاخوه ديال الامراض. فسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني ان شاء الله. فدائما دائما الامراض الاخوه، بنادم يحاول يصبر، يحاول يصبر ويشخص المرض كما يجب، لانه الا شخصتي المرض فعرف بانه راك يعني سميتو يعني الشفاء ان شاء الله حيكون باذن الله. هذا هو اللي كاين، بنادم تيحاول والكمال على الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله العظيم، عندي واحد الصديق يعني قريب ليا، فنسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر امره وان يبارك له في طيوره وان يشافيهم يا رب. فعنده بعض الطيور اللي مراد، ومشيت انا تماك ماشي مره ماشي جوج، فعنده الامور معقدا شيئا ما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي له الطيور وأن يوفق إن شاء الله. فواحد الأخ طيب ولله الحمد، تنعرفه مدة، فأحبه في الله، هذا هو اللي كان الإخوة. فسبحان الله العظيم، يعني كان هضر معايا ومشيت مرة جوج ثلاثة وهذه الأمور هذه، فلقيت بأن الأمراض يعني متشابكة بعض البعض. يعني عطيته واحد النقطة، ألا وهي يعني نشوفوا البيطاري، يعني نشوفوا إلى نقدروا يعني نصيفطوا البراز ولا هاد الأمور. فتنصدم بالأمر، لأنه قالوا لي ما تقدرش تصيف لنا البراز، كانوا من قبل تيديروا هذا الأمر هذا،
تيقولوا لك تقريبا شنو هو المرض اللي فيه، ولكن يعني باش يديروا الفلوس وهاد الامور فتنتصاب تيقول لك لا خصك لابد تجيب لينا الطير ديالك ونفحصوه. فيهم اوكي ان شاء الله ما كاين حتى شي مشكل، قولوا لي تقريبا كيفاش تكون العمليه باش نعرف يعني شحال تقام عليا، هذا هو اللي كاين. ف ملي تجيب الطير ديالك اول حاجه حتخلص قبل ما يدخلوا لك الطير ديالك $180، وعاد باش ملي يفحصوا لك الطير وهاد الامور تيكون واحد الفي عاوتاني، وعاد باش خاصك تشري من عندهم الدواء من عندهم هما. يعني طير واحد يعني يتقام عليك يعني الله اعلم، فما بغاش يقول لي الثمن، قال لك يعني البدايه يعني الثمن اللي نبداو به هو $180. قلت صافي، قلت لها هذا الطير انا ربع درهم ما تيتقامش عليه بهذا الثمن. هي هذه قالت لي ولكن راه الناس اللي خدامين راه يعني يخدموا لك مع الطير ديالك راه يعني يخدموا بواحد الثمن، وعندها الصح، عندها الصح، هذا هو اللي كاين. فلهذا الاخوه يعني الاكثريه ديال الاخوه يعني على الصعيد العالمي يعني يجتهدون، وتتكون واحد التجربه، تتكون واحد التجربه ديال يعني كل واحد فينا داز عنده طيور مراد، وكل واحد فينا دخل مع مجموعات وتناخذوا تجربه من بعضياتنا البعض، هذا هو اللي كاين. وتنعرفوا وبنادم تيبحث عاوتاني، لانه كاين واحد البحث، انا كنت شريت كتب يعني تقريبا ديال هاد الامراض وهاد الامور، الحمد لله يعني توضع لك يعني صوره مثلا ديال الكوكسيديا، صوره كيفاش تيكون البطن ديالو والامعاء وهاد الامور، وحتى الصدر ديالو وهاد الامور ديال الجهاز التنفسي. تنقرا مؤخرا ديال واحد ديال الجهاز التنفسي، الا وهو ان شاء الله نقدر نهضر عليه اليوم ان شاء الله. ف يعني الامراض الاخوه تتشابك، الامراض تتشابك يعني بعض الخطرات الاكثر ديال الاوقات ما تتلقاش مرض في طائر، تتلقى مرضين او ثلاث. لهذا ماشي نقدر نقول بانه راه المرض ديال الكوكسيديا، والحمد لله في هذه الوقيته اللي تنعيش فيها يعني تتلقى 4-in-1 3-in-1 2-in-1 يعني جوج ادويه في دواء واحد، فهذا يعني تسهل على المربي. يعني ما مثلا كانت الكوكسيديا والسالمونيلا فتتلقاه، ولا الكنكر مع السالمونيلا والكوكسيديا تتلقاه حتى هو كذلك. يعني هاد الامور هذا الحمد لله يعني الادويه هاد المختبرات داروا لنا هذه سهلوا علينا، ولكن هذه ملي تتصعب عليك يعني الامر. اما العارف بان هناك يعني مرض واحد فحنعطيه يعني دواء ديال الكوكسيديا مثلا، ولا السالمونيلا ولا الجهاز التنفسي، هذا هو اللي كاين. ولكن ملي تتعقد الامر فيعني تقدر تعطيه هذا الدواء ديال 4-in-1 ولكن مع الدوزاج ديالو. فبالنسبه للاخوه يعني الامراض تتشابك يعني بالنسبه يعني الجهاز التنفسي، يعني الجهاز التنفسي هناك يعني هذا المرض هذا يعني معقد شيئا ما، معقد يعني سبحان الله العظيم. تتلقى يعني اشكال وانواع ديال الفيروسات، وكل واحد خصك لابد تعطيه يعني شيء ما. يعني بعض الخطرات تعطي واحد الدواء ديال انتيبيوتيك ديال مثلا الجهاز التنفسي، ولكن الفيروس اللي فيه ماشي في هذاك الدواء، يعني خصك لابد تشوف انت تعطي واحد الدواء ودائما تتراقب الطيور ديالك، هل هي غاده في تصاعديه في حاله جيده ام متدهوره، هذا هو اللي كاين. فانت تتشوف الطير. فنعطيكم يعني بعض النقاط الاخوه، يعني الجهاز التنفسي الاخوه يعني في الاول هادشي علاش ننصح انا سميتو المواد الطبيعيه، يعني الحامض، العسل، الحبه السوداء، الزعتر، هاد الامور هذه كامله ممتازه. الهندي باتا هي ممتازه للجهاز التنفسي الاخوه، القريص حتى هي يعني هاد الامور هذه كلها ممتازه للجهاز التنفسي الاخوه. فلهذا يعني تنصح بهاد الامور هذه، يعني حتى الاورنجز حتى هما مزيان، يعني فيتامين سي. كاين واحد الانتيبيوتيك التريبل سي تيقولوا ليه تريبل سي، هذا ممتاز الاخوه، يعني مره في الاسبوع ممتاز.
وانتيبيوتيك في نفس الوقت، هذا هو اللي كاين. فتنصح بها الاخوه، تنصح به ان شاء الله يعني للوقايه، يعني سميتو هما واضعينها للوقايه، يعني تعطي مره في الاسبوع، اما للعلاج تعطي اكثر، هذا هو اللي كاين. ولكن سميتو هو طبيعي ولكن فيه ماده كيماويه، هذا هو اللي كاين، يعني الدوزاج ديالها اقل شيئا ما، خير ان شاء الله. اما هو يعني فيه الفيتامين سي، يعني مجهد مجهد، هذا هو اللي كاين. هذه بالنسبه لسميتو، يعني الوقايه خير من العلاج. يعني يكون تيارات هوائيه او جبتي شي طائر يعني مريض، يعني حامل لشي فيروس ولا مريض بالبرد ولا شي حاجه بحال ما هكذا، ولا يعني كيفاش يتصاب الطير يعني بالجهاز التنفسي، يعني مثلا كان عندك الجو دافي ونتايا يعني الاجواء المتقلبه، ولا الجو بارد، هذا هو اللي كاين. يعني تستعمل واحد الجهاز واحد النهار ما استعملتيش ولا تفضوا ولا شي حاجه تقطع الضو، فالجهاز ما خدمش، فبرد عندك الغرفه الطيور، فتيمرضوا لك الطيور بالجهاز التنفسي. يعني تيولي اولا، الملاحظه الاولى الاخوه هو تتشوف يعني البراز ديالو تبدل، يعني ولا سائل، هذا هو اللي كاين. ثاني حاجه تتشوف يعني تقريبا الانف ديالو، يعني سبحان الله العظيم تتشوف واحد الطير يعني بحال هنايا يعني في الانف ديالو يعني بحال المياه، نقطه ديال المياه، يعني تتشوف بانه راه فازق هنايا، تعرف بانه راه ضرب ضربه برد. ففي الاونه الاولى ف حتنفعوا بالمواد الطبيعيه، يعني تنصح بالميكس ديال تقدر تعطي الزنجبيل مع الحامض، تقدر تعطي يعني الحامض مع الثوم والعسل الحر، هذا هو اللي كاين. يعني الزنجبيل مع العسل، اسمحوا لي، الزنجبيل مع العسل ولا الحامض مع الثوم والعسل الحر، هذا هو اللي كاين ان شاء الله. هذا هو اللي كاين الاخوه، يعني هذه الوقايه. ولا تقدر تعطي اورنجز، يعني تقطع ليه واحد المورسوات ديال الاورنج وتعطيهم ليه ان شاء الله، هذا هو اللي كاين. يعني فيتامين سي الاخوه راه مهم في هذه المساله هذه. هذه بالنسبه يعني الجهاز التنفسي. اما اذا كان مريض يعني دخل فيه المرض، فخصك لابد تعطيه واحد الانتيبيوتيك اللي ديال الجهاز التنفسي، هذا هو اللي كاين. يعني كاين ادويه كثيره بلا ما نذكرهم، ولكن اللي سألني ولا شي حاجه راه نعطيه الدواء يعني المفضل عندي ديال الجهاز التنفسي ان شاء الله. فنصحت به الاخ ان شاء الله راه يكون شراه، هذا هو اللي كاين. كاين مساله اخرى اللي تتشابه مع يعني المرض ديال الجهاز التنفسي، الا وهو الاخوه الغبره. بعض الخطرات الاخوه الغبره تتبان لك، فهمتيني، يعني ملي تكون عندك قله النظافه في غرفه الطيور، ف الغبره اللي تطير في الهواء فتستنشقها الطير، ملي تستنشقها الطير فتتسد ليه الجيوب الانفيه ديالو، فهذا هو اللي كاين الاخوه. فتبقى يتنفس من الفم ديالو، ملي تشوفهم يتنفس من الفم ديالو، فهذا ما تعنيش بانه راه مريض بالجهاز التنفسي، ولكن يعني انت لا تحكم على الغرفه ديال الطيور ديالك. قله النظافه، هذا هو اللي كاين. يعني تنصح على 3 مرات في الاسبوع ممتازه الاخوه، الا قدرتي اكثر فمزيانه الاخوه، هذا هو اللي كاين. يعني كاينه هذه المساله ديال الغبره هنا بالنسبه للاخوه، يعني ولكن تنصح يعني المساله ديال التهويه. اذا كانت عندك التهويه الصحيه فعرف بانه حيكون الطيور ديالك ما عندهمش هذا الامر هذا. اما اذا ما كانش عندك التهويه وكان عندك طيور بالكثره وما كاينش النظافه، عرف بانه يكونوا الغبره ديال الريش ديال الطيور هي اللي سدات الجيوب الانفيه ديال الطير، حتى علاش تيتنفس بهذه وما تعطيه لا انتيبيوتيك لا والو. فنظف القضيه وان شاء الله يعني حاول يعني تكون عندك واحد التهويه ورا الطيره يكون بصحه جيده ان شاء الله، هذا هو اللي كاين. فانا تنستعمل الاخوه كما تلاحظوا، يعني هذا الجهاز، هو اللي تنستعمله. هذا الاخوه كل اسبوع، تنزيل يعني هذا الفلتر هذا وتنظفه، تنزيله وتنظفه. اش نقول لكم الاخوه،
يعني هذاك الفلتر كيفاش يكون كل اسبوع؟ والله الاخوه بيض بيض وكله غبره، كله غبره. انا خصني ندير كمامه باش ننظفو، اما بالك بالطيور. وحتى انا ملي تندخل عندهم البيت تتكون يعني هذيك الغبره. فلهذا يعني هذا الجهاز تنصح به الاخوه اللي ما عندهمش تهويه ياخذ شي واحد بحاله، راه ماشي شي حاجه غاليه، ماشي شي حاجه غاليه. هذا هو اللي كاين. بالنسبه للاخوه يعني كاين اللي تيشوف الطير ديالو تنفس هذاك التنفس ديال تيحل الفم ديالو، كاين اللي تيصحاب يعني هناك فاش رئوي. الفاش الرئوي انت اللي تقدر تحكم. اعطيتي الطيور ديالك يعني الايفوماك، يعني الا اعطيتيهم ليهم مرتين في السنه، كل مره تعطيها جوج المرات. ف هذا هو اللي كان الاخوه، الا عطيتي الطيور ديالك الايفوماك عرف بانه راه ما عندكش فاش رئوي. ولكن الا جبتي طيور جديده فهاد الحاله هادي وكثر عندك، خاصو لابد يكون كثير عندك. وبما انه الفاش ملي تكثر تتكون قله النظافه، هو عزيز عليه الفاش، عزيز عليه قله النظافه تكثر وتكون عندك طيور كثيره. فهذا الامر هذا نقدروا نقولوا الفاش الرئوي، وما عطيتيش يعني الايفوماك. اما اللي عطيتو الايفوماك فما يكونش عندك الدوده، وما تكونش عندك واحد الفاش رئوي ولا الفاش بصفه عامه. فالفاش ملي تكثر عندك في الغرفه ديال الطيور فعرف بانه حيدخل الجهاز التنفسي الا وهو الرئتين، تماك فين تيبيض وتتكاثر. فهذا هو اللي كاين. فهذه ثلاثه الامور اللي تتشابك بعضياتها البعض. فانت لا تقدر تحكم، انت لا تقدر تحكم على الطيار ديالك يا مريض بالجهاز التنفسي يا الغبره مسدوده ليه الجيوب الانفيه يا الفاش الرئوي. هذا هو اللي كاين. نتمنى يعجبكم الفيديو الإخوة، ونتمنى تشاركوا الفيديو وتعم الفائدة إن شاء الله إلا قدرتوا نشروا الفيديوهات. فأنا تنصح الإخوة اللي تتفرج في الفيديو وكان مشارك مع شي مجموعة ينشر الفيديو ما كيلاش انتيلي حتى تعم الفائدة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتنا أجمعين، اللهم آمين. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خير وعواشكم مبروكة الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله.